قطع الطمث كمان، هل الفترة دي يعني بيبقى لها تأثير على وزن المرأة؟ بقى لها تأثير جامد جدا. التأثير ده له أسباب كتير، أسباب فسيولوجية، تغيير في الهرمون، في النظام الهرموني بتاع الجسم كله، حتى بيخلي السيدات يتخنوا في اماكن جديده. يعني انت ممكن تلاقي واحده في الجامعه تخينه لكن شكلها بنت، وممكن تلاقي واحده كبيره ست عجوزه ورفيعه ولكن شكلها كبير من شكل جسمها، من ملامح الجسم. فيبقى احنا في هذه المرحله السيدات جسمهم بيختلف، وبيبتدي يتكون دهون في حتت جديده في الصدر مثلا او في الظهر هنا، وتلاقي المنظر بيبتدي يبقى مرعب للسيدات اللي هم ما بيحبوش يبانوا كبار. يعني دي تغيرات فسيولوجيه. في تغيرات كمان يعني سوشيال، يعني في الظروف اجتماعيه، انها في هذه المرحله السيدات بيكونوا ولادهم كبروا وبطلوا بقى يجروا وراهم ويكير فور ذم، او يبتدوا يتجوزوا بعيد عنهم، فيبتدي عملها بيقل، عملها المنزلي. وبعدين عملها لو هي سيدة بتعمل، بتكون بقت مديرة، وفي الوقت ده ما بقتش موظفة صغيرة بتجري بين المكاتب زي زمان، ومسؤولياتها كترت. والمسؤوليات هنا بتزود هرمون اسمه الكورتيزول، والكورتيزول يزود وجود الدهون في أماكن جديدة من الجسم، وبالتالي يخلي شكل الجسم يتغير. فيبقى احنا هنا، وكمان الفترة دي بيصاحبها بعض الاكتئاب، ومن المعروف انه في الاكتئاب الواحد بيبقى عايز يتسلى بشوكولاتة، يتسلى بلب، كلها حاجات سعراتها عالية. فيبتدي يبقى في هذه المرحلة زيادة في الوزن قوية جدا، بتتراوح ما بين 2 إلى 10 كيلو. حتى لو كانت من سن 35 ل 45 ما زادتش، الا انها في هذه المرحله تزيد تاني. احنا بنطلب من السيدات ايه في المرحله دي بقى؟ بنطلب منهم ان هم يلعبوا رياضه اكتر، لانه زي ما قلنا هي المشكله كلها ايه؟ ان هم عندهم ستريس عصبي وابتدوا ما يتحركوش كتير، فبنزود الحركه عشان يرجعوا يتحركوا تاني، يلعبوا رياضه. والستريس العصبي ده بيروح برضه مع الرياضه، التوتر او الضغط العصبي، الضغط العصبي بيقل قوي مع الرياضه، وبالتالي بيرجع جسمي ياخد الشكل بتاعه تاني، ويبتدي. وطبعا بنعمل تنظيم غذائي، يعني نقلل الشوكولاته مثلا، ويبتدي الجسم يتظبط مره تانيه. هنا عايز اقول ان بتبتدي كمان مرحله اللي هي هشاشه العظام، بتبتدي من المرحله دي. فمطلوب لها دي غير الاكل الصحي، مطلوب لها كمان انها يبقى في رياضه، وتكون الرياضه دي واحنا واقفين على رجلينا. يعني ما ينفعش اعمل رياضه وانا عايم مثلا، دي ما تساعدش قوي في هشاشه العظام. ماشي مثلا. وبالتالي بنطلب من الناس ان هم او السيدات ان هم يمشوا في هذه الفتره، يبتدوا يمشوا اكتر من العادي عشان ما يحصلش هشاشه العظام. طب دكتور، يعني برضو ما ينفعش احنا ننهي حديثنا مع حضرتك قبل ما اعرف اهم الامراض اللي ممكن هي تصيب المراه من كنتيجه للسمنه، وهل ليها امراض مختلفه عن امراض الرجل يعني اللي بيعاني من السمنه؟ هي عايز اقول انها تقريبا نفس الامراض ولكن باختلاف. يعني مثلا مرض السكر من النوع الثاني، كل ما بيزيد الوزن كل ما احتمالات الإصابة بمرض السكر من نوع تاني بتزيد للضعف في السيدات عن الرجالة. لو وصلنا لمعامل كتلة جسم 35 الضعف. في مثلا الأورام الركب الظهر، دايما الغضاريف بتاعة المرأة بتبقى أضعف، وبالتالي تلاقي كل الستات عندها شاشة بتاع ده اسمها أوسي أرثريتس، اللي هي خشونة يعني في الركبة. بالظبط، وده بيخليهم برضو ركبي وجعان يا أولاد وبتاع، ولازم تخس. الحاجة الثانية الأورام الخبيثة. الأورام الخبيثة طبعا موجودة في الرجالة من السمنة وموجودة في الستات، ولكن في الستات في عنق الرحم والثدي أو المراره، وبالتالي كل دي حاجات خاصه اكتر بالسيدات، او نسبتها بتبقى اكتر في السيدات. بنيجي كمان في السن الكبير بيحصل، عارفه المرض اللي هو الالزهايمر، اللي هو فقدان الذاكره. فقدان الذاكره، لقوا انه لو راجل سمين او راجل رفيع بيجي لهم الزهايمر بنفس المعدل، لكن لو ست سمينه وست رفيعه ست اضعاف. للدرجات دي الفرق ما بين المرأة والرجل حتى في الإصابة بهذا المرض في سن ال 65 أو 70، لو المرأة سمينة بيزيد احتمال الألزهايمر ديزيز ده 6 أضعاف. وبالتالي هنا احنا لازم نحرص على هذه المرأة من لما كانت صغيرة ولما كانت بنت ولما كانت حامل وفي كل هذه المراحل. المطلوب إيه؟ المطلوب نعرف إن في وزن
مظبوط لازم احافظ عليه. الناس بتنسى بتسهى عن نفسها وعارفه الحياه بتاخدها، فتبص لانها عيانه وتعبانه وهي مش هي ومش قادره تلبس لبسها وفقدت ثقه بنفسها، فده طبعا كل ده شيء مش كويس ابدا للمجتمع كله. بالظبط. طبعا نشكر حضرتك جدا على وجودك معنا النهارده دكتور محمد ابو الغيط، الاستاذ بكليه الطب جامعه القاهره وسكرتير عام الجمعيه المصريه الطبيه لدراسه السمنه وعضو جمعيتي امريكا الشماليه والاوروبيه لدراسه السمنه. شكرا ليك يا دكتور. شكرا ليك. وطبعا لكل الساده المشاهدين، كده خلصت 90 دقيقه النهارده، ويعني خلينا نقول بس مره ثانيه يعني قبل ما نسيبكم النهارده انه بكره ان شاء الله ليله راس السنه، وبنتمنى انه العام الجديد 2009 يكون عام سعيد كل الأحزان نتغلب عليها، وبنتمنى مرة تانية النهاردة برضو أنه أحداث غزة هي اللي بتطغى على كل المواضيع اللي حصلت هذا العام، وبنتمنى أنه الشعب الفلسطيني السلام، وأنه أحداث غزة والألام اللي بيمر بيها الشعب الفلسطيني تمر بأسرع ما يكون وتمر على سلام. تصبحوا على خير. خليك في أحسن حالاتك مع نسلي. عيش أحلى